ناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا
بما أراك الله ولا تكن واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية نقلناها لكم من مسجد أبو القاسم بقرية الغورنة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.